الارداف، الناس اللي عندهم العضله النائمه، لبيدي البنات سواء مزوجين او باقي ما مزوجينش، كيبغيو المناطق الانثويه، ومن حق اي وحده انها تشوف راسها كيف ما بغات. لان كاين صراحه اللي معقد من راسه، وشحال من وحده درت معاها عرفتوا لدرجه انها ما كتخرجش من الدار قسما بالله، الا ماشي وحده ماشي جوج ماشي ثلاثه، لان هذوك الخلايا ملي تيكونوا خاويين فبطبيعه الحال حتى دي كيكون صغير. فملي كدهني بهذا السيروم هذا، فنهار من مورا نهار هذيك الخليه كتشبع وكتزاد وكتكبر في الحجم شويه بشويه. وهنا سلام غزاله ديالي، كديري لاباس عليكم، اموركم هانيه، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتي وقناتكم رشيده بيوتي. الفيديو ديال اليوم اولا الموضوع ديال اليوم كيف ما كتشوفوا بالعنوان خاص غير بالبنات والعيالات فقط. فالا كنتي دري هنايا معايا فكنقول لك عافاك عافاك، تفضل سير لحالاتك حتى الفيديو الجاي واجي مرحبا والف مرحبا، لان الموضوع ديال اليوم ما عنده باش يفيدك، بغينا نديرو جلسه هكا غير ديال البنات، نهضروا فواحد الموضوع اللي نتوما بعاد عليه كل بعد. الوغ باش ما نطولش عليكم بزاف، جبت لكم اليوم اول حاجه سيروم ديال تكبير الثدي والشد ديالو. ثاني برودوي هو عباره عن كريم لتكبير الجزء السفلي فقط. هذا الموضوع هذا طلبتوه مني بزاف تقريبا من نهار حليت هذه القناه هذه، وانتم طلبوني رشيده عافاك انا كبيره في لاج ما عنديش مناطق انثويه، رشيده انا ما عنديش الصدر، عطيني شي سيروم عطيني شي كريم. وكنت كنتهرب صراحه كنقرا هاد لي كومونتير كيوصلوني بكثره، ولكن ما كنتش كنبغي نصور هذا الفيديو هذا بحكم انني عارفه بزاف ديال لي برودوي ولكن ما عندهمش نتيجه نهائيا. تقيلي كدهني فيه نهار وليل وما غاديش يعطيك نتيجه على داك الشيء، ما كنتش كنبغي نهضر. اول حاجه مضيعه ديال الفلوس، وثاني حاجه كتضيعي في الوقت ديالك وما كتحصلي حتى على شي نتيجه اللي هي مرضيه. ولكن اليوم كيف ما قلت لكم جبت لكم جوج برودويات اللي افيكاس واللي زوينين وما عندهمش ضرر نهائيا، هذه هي اهم حاجه. اول حاجه انا كنانسيستي على البرودوي اللي غنكون كنهضر عليه ما يكونش فيه ضرر نهائيا، هو السيروم الاول خاص بتكبير الثدي والشد ديالو. دابا نوري لكم مزيان ونخلي لكم الصوره ديالو هنايا. والثاني هو عباره عن كريم اللي خاص بالجزء السفلي. صراحه من حق اي وحده كيف ما كانت مزوجه او لا مزوجاش، من حقها انها تشوف راسها كيف ما بغات في احسن حله. لان الصراحه كاينين الناس اللي النفسيه ديالهم مرضات من هذا الموضوع هذا، وكتلقاها كاع تعقدات جالسه في الدار سد عليها ما كتبغيش تخرج. وشحال من وحده هضرت معاها، ماشي وحده ماشي جوج ماشي ثلاثه، كتقول لك اختي رشده انا ما بقيتش حامله نخرج في الزنقه، اختي رشده انا ضعيفه بزاف، اختي رشده انا ما عنديش مناطق الانثويه، شنو ندير انا تعقدت، الانتقادات ديال الناس مرضوني. فدائما كيجوني اتصالات من عند البنات، صراحه كنحاول انني نهضر معاهم، كنحاول انني نفهمهم باللي راه الانتقادات ديال الناس ما عندها ما تزيدك ما عندها ما تنقصك، يعني غير كتمرضي راسك وصافي. باش ما نطولش عليكم في الهضره غادي نوريكم اول واحد اللي هو السيروم. غادي نبداو بالسيروم. بعدا قبل ما نقول لكم المكونات ديالو وطريقه الاستعمال، كما نقول لكم باللي هذا السيروم وهاد لاكريم هادي راه من لاماك اللي هي معروفه ديال ايرب فارما، دخلوا بحثوا عليها وغادي تعرفوا عليها بزاف ديال الحوايج، يعني منتوجات اللي هي طبيه ماشي شي حاجه اللي ما عارفينهاش منين جايه اولا ما عارفين كتصنع ولا، هذه منتوجات طبيه ما عندكم مناش تخافوا، كيديروا خدمتهم مزيان مزيان وما فيهم لا ضرر لا حتى شي حاجه. دونك السيروم كيف ما كتشوفوا نحاول انني نقربوا لكم مزيان، راه ديجا غادي نكون خليت لكم الصوره ديالو. السيروم هذا البنات كيحتوي على مجموعه كبيره من البروتينات، هاد البروتينات هادو كيغذيو لينا الخلايا اللي تيكونوا في الثدي ديالنا. هاد الخلايا هادو كيكونوا فريمون محتاجين لهاد البروتينات اللي كيتواجدوا في السيروم باش ديك الخليه كتشبع وكتغذى، ونهار مورا نهار ملي كتابليكي هاد السيروم هادي وهي كتشبع وكتوسع شويه بشويه حتى كتكون واحد الكتله اللي هي شحميه. يعني هادوك الخلايا ملي تيكونوا خاويين فبطبيعه الحال الثدي كيكون صغير. ملي كدهني بهاد السيروم هذا فنهار من مورا نهار هذيك الخليه كتشبع وكتزاد وكتكبر في الحجم شويه بشويه، وهنا كتوصلي للنتيجه اللي انت باغي. واللي زوين في هاد السيروم هذا واللي عجبني بزاف هو انك كديريه يوميا حتى كتوصلي للفوليوم اللي بغيتي وصافي كتحبسي. هذا كديريه وكتحكمي فيه انت، يعني اون فوا كتوصلي للحجم اللي انت بغيتي صافي وكتوقفيه ما كتزيديش عاد اكثر. هو عاوتاني ماشي تكوني رقيقه بزاف وتبقاي ديريه حتى كتحصلي على واحد الشكل اللي هو كبير بزاف وكتباني لها علاقه، فهمتيني؟ يعني غادي توصلي غير الحجم اللي انتي تقدري انك تباني في لاطاي ديالك زوينه وكلشي وصافي كتحبسيه. هذا البنات خاص بالثدي فقط، ما ديري حتى في شي منطقه اخرى، تقولي راه عندي الوجه ضعيف ولا ما عنديش الحنيكات ولا نديرو هنا ولا هنايا، راه ما غيعطيكش نتيجه. هذا خاص بتكبير الثدي فقط، درتيه في شي بلاصه اخرى تحمل اختي المسؤوليه ديالك. بالنسبه لطريقه الاستعمال، طريقه الاستعمال ديالو كديريه في الصباح وبالليل بواحد الحركات اللي هي دائريه وكتطلعي الفوق، عندك كديري العكس بحركات دائريه بحال هكا وكتطلعي باش الثدي ديالك كيترفع للفوق ما كيهبطش للتحت. وراه خاص حتى بالناس اللي عندهم ترهل الثدي او ارتخاء الثدي، هاد المساله هادي كيعانيو منها بزاف ديال الناس،
خصوصا الناس اللي كيكونوا غلاظ بزاف كيكون عندهم هذا الترهل هذا. الناس اللي كانوا ديجا غلاظ وضعاف وتيكونوا عندهم الترهل، الناس اللي كيردعوا كذلك كيكون عندهم هذا الترهل هذا. هذا ما كيعنيش انه الناس اللي رقاقه راه ما تيكونش عندهم ترهل، ما كيكون عندهم ترهل، ولكن الاغلبيه كيكونوا عند الناس اللي غلاظ والناس اللي كيردعوا. دونك الا كان عندك ترهل راه غادي يصلح لك، لانه كيحتوي على الكولاجين، والكولاجين معروف انه كيجبد، راه دغيا البنات كيدخلك مع المسام ديال الجلد ديالك وكيعطيك نتيجه اللي هي زوينه. لا ما يديروش العيالات اللي حاملات والعيالات اللي كيردعوا والناس اللي قل من 18 سنه. هذا كيدار من 18 سنه للفوق. بالنسبه للنتيجه ديالو كتبدا تبان من الشهر الاول، ممكن انك ديريه حتى 3 شهور، وخا كاع تفوتي فيه 3 شهور ما فيه حتى شي ضرر، ماشي مشكل. غادي ندوزو البنات دابا لهاد الكريم هادي. هادي شي حاجه اللي زوينه بزاف. هاد الكريم هادي خاصه بتكبير الجزء السفلي فقط، المنطقه ديال الوراء، المهم بلا ما نسميه راكم عارفين، الارداف، العضله النائمه. اللي كيتواصلوا معايا وتيقولوا اختي رشيده انا راني غليظه من الفوق وضعيفه من التحت، شنو ندير؟ كننصحك بهاد الكريم هادي، راه كتعطيك واحد النتيجه اللي هي زوينه زوينه بزاف. طريقه الاستعمال كديريها من الليل، كديري بها ماساج، ومن الاحسن الا بغيتوا النتيجه تكون سريعه بزاف ديروا معها سكوات. دخلي غير اليوتيوب غتكتبي حركات رياضيه ديال السكوات، راه غادي يعطيك الحركات اللي غتبقاي ديري يوميا. غير واحد 10 دقائق من الوقيته ديالك ملي تبغي تنسي، خدي 10 دقائق وديري ديك الحركات الرياضيه، راه كتعطي واحد النتيجه اللي غزاله غزاله بزاف. واهم حاجه كيف ما قلت لي زوينه فهاد لي برودوي هادو هما انك كديريهم حتى كتوصلي النتيجه اللي بغيتي وكتوقفيهم. انا غادي نكون خليت لكم النمره ديال التليفون ملي منين تقدروا انكم تاخذوا هاد المنتوجات هادي، ونخلي لكم حتى الانستغرام ديالهم الا بغيتوا تدخلوا عندهم تضربوا دويره وتشوفوا شنو عندهم. وانا ما كنجي وكنهضر على الحاجه حتى كنكون عارفاها وكنعرف بلي غادي تعطي نتيجه. راه تصوروا معايا شحال هادي وانا باغا نهضر في هذا الموضوع، كيما كانش عندي شي حاجه اللي زوينه اللي غادي تعطي نتيجه حتى تحت على هاد لاغام. لاغام بعدا اللي قام اللي هي طبيه، ومناش تخافوا زعما شي اضرار ولا شي حاجه، راه ما غادي تضركم ما حتى شي حاجه. فوالا البنات قلبت لكم الكاميرا باش يبانوا لكم مزيان عن قرب. بالنسبه للبنات اللي غادي يسولوني واش ضروري كيتخادوا بجوج مع بعضياتهم، ماشي ضروري تاخديهم بجوج، تقدري تاخدي غير السيروم بوحدو كيف ما تقدري تاخدي غير الكريم بوحدها. المهم شوفي انتيا النقص اللي عندك، واش عندك الصدر ديالك ضعيف كتاخدي غير السيروم، عندك الجزء السفلي هو اللي ضعيف تقدري تاخدي الكريم بوحدها، وكيف ما قلت لكم تقدروا تاخدوهم بجوج ما كاين حتى شي مشكل. فوالا بالنسبه لهاد المنتوجات هادو البنات راه هما رقم واحد يعني اكثر مبيعا في المغرب، لانهم فريمون كيعطيو نتائج اللي هي زوينه، وشي حاجه اللي طبيه، شي حاجه اللي ما كضرش نهائيا الجسم ديال الانسان. ماشي كديريها وانت مخوفه عندك دير لي شي حاجه ولا ما عندها ما دير لك، حيدها على وجهك، ما ديرهمش غير وجهك وصافي وصافي. هادشي اللي كاين البنات. نتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم، وزعما نكون لبيت لكم الطلب ديالكم، لان فريمون هاد لاغام هادي اولا هاد لي برودوي هادو فريمون شي حاجه اللي زوينه بزاف.